منذ اجتياح داعش غرب العراق السنة الماضية، نشطت شبكات لتحرير الأيزيديات اللواتي سباهن داعش في أغسطس عام 2014. قليلا ما يتم الحديث عن دور العرب السنة في التحرير. أبو زيدان كان أول من حرر فتيات من قبضة داعش في الموصل، حتى 3 أشهر ماضية كان يقوم شخصيا بالتحرير قبل أن يكتشف أمره وأن ينزح إلى إقليم كردستان، حيث التقته الصحفية نهاد الجريري من بيك إيشوز برودكشنز. آلية العمل بالتحرير يعني سعاني قاعد هنا يتصل بي شخص يعرفوني كلهم، اتصل بي شخص عنده بنية بفلان بوكان، نشتغل عليها، نوصل جماعة، عندي جماعتي أخابرهم، اتصل بيهم نطيهم المواصفات والكذا، إذا عندها يعني تقدر تطلع كذا من البيت، بس تطلع مسافة 10 أمتار تخلص. شلون؟ تخلص راسا تمشي السيارة، تشيلها وتمشي بعد ما يشوفوها، ونأمن عليها يوم يومين، نخليها بالأمان لمن نشوف طريق زين، طريق واضح ما بي خطورة ما بي شيء، نوصلها للإقليم. شلون بتأمنوا على البنات برضو عند عوائل عربية؟ نعم، عند عوائل عربية بالموصل ماكو لا يزيدي ولا مسيحي، كلها عوائل مسلمة، يعني يأمنون عليهم ويشتروا لهم هدايا ويكرموهم ويعززوهم ويقدروهم. شو أصعب شيء بتحرير البنات؟ والله يا كلها صعوبة، يعني بهالشغلة هاي مع ناس كفار مع داعش ماكو شيء بيسهل، وكلها صعبة. يعني من نخطف واحدة إذا تظل عندنا عند جماعتي يومين 3 أسبوع أنا ما نام مرتاح، لا يصير مداهمة، لا يصير كذا، لا يصير كذا، لا يصير كذا، يعني من صعبة، الوضع صعب، يعني مو سهل، مو كل واحد يقدر عليه. شو اللي بيخليكوا تقدروا عليه؟ والله اللي خلينا نقدر عليه نشوف وضعهم ونشوف حالهم، وهم شرفنا وغيرتنا، يعني لأن احنا هالسنجار كلتنا واحد، شرف واحد، شرف سنجار، فهذا اللي يدفعنا ويخلينا نقدر عليه ونتحمل كل شيء.